بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا عم الطفل أفنان البطران، مريضة القلب اللي كانت ولا زالت ترقد في مستشفى الزرقاء الحكومي. طبعا هذه الطفلة نادت، ناشدت الله سبحانه وتعالى، ومن ثم ناشدت جلالة الملك عبد الله الثاني، فاستجاب لدعائها، فاستجاب لمناشدتها. وهي الطفلة أفنان، يسعد صباحك يا أفنان، كيفك حبيبتي؟ الحمد لله. السلام عليكم. الحمد لله، بشكر ربي، بعدين بشكر جلالة الملك عبد الله الثاني اللي ساعدني ووقف معي. إن شاء الله راح أعمل العملية، إن شاء الله راح أقوم على رجلي، وإن شاء الله يسلموا إليك يا ملك. والشكر لك يا الله إنك أنت ساعدتني، والحمد لله رب العالمين إن الملك ساعدني ما سمع صوتي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بشكر كل واحد ساعدني. الحمد لله على كل إشي، الحمد لله لك يا جلالة الملك. الحمد لله لك إنك ساعدتني على كل شيء. أنت أبونا، أنت سيدنا فوق راسنا. شكرا إلك كثير، وأنا بس أشوفك راح أشكرك أكثر وأكثر، راح أبوسك لأنك أنت أبوي. الحمد لله إنك ساعدتني يا ملك، وأنا بشكرك جد جد بشكرك. أنت أنقذتني يا ملك، والله أنقذني كمان. الحمد لله على كل إشي. ما بدي تتعبي حالك عمو، الحمد لله رب العالمين، والشكر لله ثم لجلالة الملك عبد الله الثاني أبا الأردنيين وتاج روسنا وسيدنا وسيد البلاد. وهذه الطفلة أفنان تشكرك من كل قلبها، وصدقا صدقا إذا بتشوفك إلا تبوسك. صحيح، خلص هيك 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 بدها البنت. وأشكر كل من أزرنا وكل من ساعدنا وكل من مد إيده إلنا، والشكر لله والشكر لله والشكر لله، والحمد لله رب العالمين.